عموم نرجع مرة ثانية للتعريف بتاع المؤسسات أو الصحفي نفسه. في حلقة نقاش. أولا أصبح لدينا وإن كان بشكل غير سريع، ولكن أصبح الآن شكلت الحكومة قرار بإنشاء مدينة طرابلس الإعلامية. الحين ننتقل اليوم للحديث عن أو مناقشة موضوع مهم، وهو التحديات التي تواجه الإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام، كذلك الحديث أيضا عن أو فتح باب النقاش لمختلف الإعلاميين للحديث عن التحديات التي تواجههم، التحديات الاقتصادية، التحديات الأمنية، الاستماع أيضا لما قد يكون يساهمون فيه من وضع حلول جذرية لهذه التحديات. نسعى من خلال هذه الحلقة أولا للتعريف بالصندوق ولتوسيع مشاركة هذه الشريحة، لأنه الصندوق معني بدعم وتشجيع المبادرات الشخصية ودعم هذه الشريحة. المساعدة التي تقع تحت أي شيء، وإن كان بالغلط الحرفي تقول هذا تلفزيون عمومي ينطبق على الحكومة. اللجنة هذه مشكلة من عدة جهات، فيها نسعى أيضا من خلال الصندوق لتكوين قاعدة أساسية والانطلاق من الصحفيين للتشاور معهم، للحديث معهم، للاستماع والقرب لمشاكلهم والتحديات التي تواجه هذه المهنة، وأيضا للمشاركة أو نريدهم أن يشاركونا في وضع الحلول لهذه ليكون صوتا لهم أمام الجهات المعنية بهذه الحقوق، التحديات الاقتصادية، المعاشات، المرتبات، التحديات الأمنية، الانتهاكات، كل هذا سيتم تناوله. في حال بدورة تدريبية وورش عمل حقوقنا، ولكن النقابة في العادة عملها حقوقي. شكل لجنة حكومة سموها لجنة تطوير الإعلام، يجب أن يكون هناك مصلحة للفضاء في حد عام. إجراء روتيني هذا على الشباب. طيب، موظفين الصندوق وإدارة منها إدارة المبادرات والمشاريع من النقابة. هذه اللجنة الآن عندنا كل الصحف جولي الحجر السدي وصحف الأسئلة. ما تطبقش على تعريف المؤسسات الإعلامية. مثلا جولي تكلم حتى على مستوى المؤسسات اللي هي يقال عنها عمومية. هل هي فعلا عمومية؟ على الإعلام والتو من 2012 وما زال ساري مفعول، لأن منشأ بقانون فيها في الإعلام الحكومي والعمومي وفي الإعلام الخاص، وفي المستقلين اللي هم يشتغلوا بروحهم من المؤسسات اللي هو حتى ربما نطلق عليه الإعلام الخاص. مهدورة من قبل إدارات بعض إدارات المؤسسات الإعلامية. وسط الإعلامي غير منظم في ليبيا، هل الوسط